مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. أمطار متوقعة في أجزاء محدودة خاصة المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تصحب بالبرق أو مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا والبرد، وهناك رياح قوية تثير الغبار والأتربة شمالا وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على المناطق التي يشملها الهطول، نلاحظ أن الهطول سيكون يوم الخميس في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا المناطق الجنوبية، وأيضا تشمل المنطقة الشرقية ومنطقة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي هذه الأمطار بتكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد، خاصة في منطقة أو دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عمان وفي المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة. أما درجات الحرارة أو التي تمثل الخرائط التي تمثل درجات الحرارة والرياح، نلاحظ أن المملكة ستتعرض لهبات قوية من الرياح أحيانا تثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية وأيضا الشمالية الشرقية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن بشكل واضح. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض أجواء غائمة جزئيا، وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من مطر. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19، والرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 94%. هناك فرصة لتشكل الشابورة وتدني مدى الرؤية الأفقية. والأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، ثلاثة أيام القادمة في الرياض بتكون الأجواء يوم الخميس أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع أنه بتكون تتشكل الشابورة إلى والضباب في ساعات الصباح الباكر وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والحرارة العظمى بحدود 32 والصغرى 22. يوم الجمعة والسبت أجواء مستقرة مشمسة بالنهار، أيضا حارة نسبيا من حيث درجات الحرارة، ولكنها حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا. الجمعة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 35 والصغرى 25، كذلك يوم السبت العظمى المتوقعة 35 في الرياض والصغرى 24 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، إسكاكا 32-21 أجواء تقريبا معتدلة نهارا لطيفة ليلا، وعرعر 31-21 غائمة جزئيا، وأيضا تبوك 32-19 أيضا هناك بعض إثارة الغبار والأتربة في المنطقة الشمالية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. المنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا مشمسة أثناء النهار وحارة نسبيا ومعتدلة أثناء الليل. المدينة المنورة 35-22، جدة 35-25، مكة المكرمة 37-25، والطائف 27-17 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة المطر في منطقة أبها وجازان. العظمى المتوقعة في الباحة 21 والصغرى 15، أبها 22-14، وجازان 35-31 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية، الدمام 32-25، حفر الباطن أجواء مغبرة مشمسة، والحرارة العظمى 33 والصغرى 22. الإحساء هناك فرصة واحتمال لسقوط زخات
مسخات متفرقة من مطر 31 العظمى والصغرى 15. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض، الرياض هناك أجواء غائمة جزئيا وأيضا أجواء ضبابية في ساعات الصباح والليل، وأيضا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لكن الأجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل. العظمى 22 والصغرى 32 والصغرى 22، بريدة 33 21، وحائل 30 إلى 19 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة، وبالتالي هناك بعض التوصيات. نرجو من الجميع الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب، خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة وبعض المناطق الشرقية، الانتباه من شدة العواصف الرعدية في بعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة العواصف الترابية ونشاط الرياح المثيرة للغبار. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.